السلام عليكم، حياكم الله أصدقائي في قناة نور علي. بعد ما جربنا نربي البلبل العراقي وطيور الحوب والفنجس والحمام بأنواعها والببغاوات بأنواعها، حاولنا المرة أجرب أربي الزرزور أو ما نسميه البعاجي بالعراق، وهذا الطائر الجميل ربيته الشكل الحلو أسود منقط بأبيض مثل السماء بالنجوم، ما شاء الله كلش حلو. ربيته للسبب الثاني لأن صوته جدا جميل، لسانه نفس لسان الكوكتيل أو الكروان، يقلد جميع الأصوات اللي يسمعها، نغماته حلوة، المشوق به إنه يحكي يسولف. هذا الطائر يعيش بأوروبا وبآسيا وهو من طيور المهاجرة، جدا جميل. أول مرة أربيه ولقيت عنه معلومات قليلة لأن ما شفت واحد عربي مربيه، دائما الأجانب يربونه بالبيت ويخلونه يحكي ويسولف، لذلك لقيت عنه معلومات كلش قليلة. وأتمنى إذا واحد مربيه أو يعرف واحد مربيه يفيدني، أو إذا واحد عنده معلومات عنه يفيدني. هو تقريبا حجمه متوسط، شوية أكبر من البلبل وأصغر من المينا، وأكله مثل أكل المينا وأكل البلبل، يأكل الحشرات والفواكه والخضروات. طائر جدا جميل حلو مشوق، إن شاء الله بلكي أتوفق وأربيه من يكبر يتغير لونه. تقريبا عمر 3 أشهر يتغير لون ريشه، لأن الفراخ كل لونهم بني يصير، من يصير عمره 3 أشهر يحول أسود إلى منقط أبيض. ويمكن الذكر والأنثى صعب نعرفهم، أتوقع الذكر إذا بلغ يتحول وقت الزواج لونه منقارة يصير أصفر، أعتقد هالشكل نفس الشحرور. واسه تقريبا صار عمره شهر ونص عدي، والحلو بي كلش فضولي، لاحظته بالبيت كل شيء يريد يجرب يستكشف، حتى إذا شاف إيدي مسدودة يحاول بمنقارة يحاول يفتحها، وإذا شاف أغراض يحوس بيها، وسبحان الله يتعلق بصاحبه. هسه أنا إذا واحد فرد من العائلة يشوفه ينخبص، يريد بس يمني إذا ربيته واعتنيت به. ودائما طريقتي بالتربية أخذ صغير عمره تقريبا 3 أيام إلى أسبوع، ودائما أكله من إيدي الأكل الصحي مثل ما تلاحظون، دائما أقدم له القبوي، ويحب السباحة يموت على السباحة. هذا للأسف بالعراق يصيدونه صيد بجرام مو بنصاف، وهو ما يسوى واحد يصيده، يهاجر بفصل الخريف من أوروبا إلى آسيا تركيا ودول عربية، يظل فترة الشتاء هناك، ومن يبدأ الصيف يبلش بشهر الرابع أو الثالث ينتقل إلى أوروبا. دائما يبني عشه بالاماكن المجوفه بالاشجار او بالصخور، لكن هنا بالحدائق يحطون له العشوش الصناديق يبيض بها، تبيض تقريبا الانثى 4 بيضات، البيضه تصير زرقاء. دائما اعلمه شلون يسبح، يخاف لان بعده صغير، بهاي الطريقه اجربه اخليه يسبح. تلاحظه متخوف لكن ما يشوفني، اخليه يسبح ورشرش عليه قطرات خفيفة على جسمه، أرغب بالسباحة. أي طير عندك مثل ببغاء أو بلبل ما يسبح، جرب هاي هاي الطريقة، خاصة إذا صار عطشان تجرب تخلي جيس الماي بصابعك ويلامس ريشة، وهو راح يشجع ويسبح ما يخاف. الطير العصفور يعتبرك مثل أبوه، أي شيء تسوي وتجرب وما بي خطورة عليه راح هو يجرب مثلك، نفس الطفل. تلاحظون قام يسبح ما شاء الله. وإذا كبر تغير لونه إن شاء الله نحاول نستمر ننزل حلقات ويشوفون شلون راح يتطور بالكلام وبالتصرفات. بالمناسبة حتى لو طلعت بالحديقة ما راح يروح، جربت أطلعه دائما يجيني. عيب اللي يضوج انه دائما يتبرز كل مثل البلبل، كل دقيقتين يوسخ اجلكم الله، حتى الملابس والديكورات بالبيت يدمرها الدمر. فاذا واحد يخاف وما يحب الوساخه ما انصحك تربي هذا الطائر، يعني كثير البراز. لكن اللي يتحمل ويعشق الطيور يجازف ويقول ما يخالف خي وسخ، اهم شيء انا استمتع بالطيور واتونس بيهم.
إن شاء الله هاي الحلقة فادتكم واستمتعتم بها، وأنا أحكي والدجاجات دوخوني بس يصيحون. وحياكم الله وتحية للجميع، الله يحفظكم إن شاء الله. من سبح هسه ظل اشتياك لقدم للقبوي، ويحب الرقي ويحب البطيخ ويحب الفواكه، الفلفل الحار هم يحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي، أنت أنا تظيني، ليش تظيني؟